المسرح بيبقى عشق، بيبقى فعلا زي ما احنا حتى مسمين الفرقه مونو تيم مجانين مسرح. بنحاول دايما ندور على الجديد، على الافكار اللي ممكن تكون بتهم المصريين، ممكن تكون بتهمنا احنا كشباب، ممكن تهم بصفه عامه فكره جديده بس بتقدم معنى وبتقدم هدف. حاجه مثلا زي كان في حلم كروكي، وكان في حظ اوفر، وكان في حنين الامسيه. لاحظت ان ابني بيحب يمثل جدا، كمان الزوج عندي كان غاوي الاخراج وعمل اكتر من مسرحيه، فقلت ليه الانسان ما يقدرش ان هو نكون مجموعه، نكون فريق شباب يكونوا هم كمان متحمسين زينا وليهم الموهبه الفنيه. وابتدينا بقى ننطلق، يعني الفريق بقى له 5 سنين وابتدينا ننطلق ونعمل مسرحيات كتير. دخلنا مهرجانات افاق واتكرمنا من وزير الثقافه واتكرمنا من الفنان محمد صبحي في اكتر من عمل. عملت دور الامل مع بنت في مسرحيه حظ اوفر، زي بياع الحاجة الساعة والشيبسي، معايا شيبسي معايا شوكولاتة تاكلهم ما تتخنش وتنزل تاتاتاتا. حقيقة أنا في فريق مونو تيم ده بقالي 4 سنين. كنت أول ما دخلت الفريق أنا كنت يعني كنت منطوي جدا، شخصيتي بقت تغيرت، بقيت أعرف أتعامل مع الناس، بقيت أعرف أتكلم. أنا كنت خايف من التمثيل جدا، يعني انا لما كنت واقف على الستيج كنت بترعب جدا، بس لما مثلت وخدت الجرأة ان انا اتعملت توجيهات طبعا المخرج والمخرجة، بس لقيتها ان هي حاجة كويسة جدا. يعني انا اول تجربة تمثيل ليا كانت في حظ اوفر، مثلت دور ست، كانت المفروض ست حامل، ده اول دور. تاني دور في الاخر كان دور مذيعة. كان دوري في مسرحية حظ اوفر كنت طالعة مدرسة، وان هي منافقة، يعني هي بتدي درس الاولاد يعني ان قناعة، وهي اصلا جشعه وعماله تاخد منهم فلوس دروس كتير. اساس التمثيل كله ايه؟ مونو تيم. قولوا وراي الامسيه. طبعا هي فكره جديده ان احنا يعني كذا لون فيها، زي مش تمثيل بس، احنا موسيقى وتمثيل وشعر، فاحنا بنجسد الشعر دوت ان هو شعر تمثيلي. تعرفت فكرة المسرح المستقل وجيت على اساس ان انا هغني، بس اتعلمت حاجات كتير غير الغناء، المزيكا، التمثيل. احنا دلوقتي شغالين مع فريق مونو تيم على امسية شعرية. هي فكرة جديدة ان احنا بندخل الشعر في التمثيل، مش بس الشعر، كمان في غناء، انا هطلع بغني.